اهلا وسهلا بحضراتكم. 9 مساء الاربعاء موعد حصة التاريخ. جرس الفسحة ضرب وخلصت الفسحة وانا الاوان لحصة التاريخ مع العالم الاستاذ الدكتور وسيم السيسي. مساء الفل يا ريس. اهلا اهلا، مساء النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب دايما. اهلا بيك. عايز بصل؟ مش عاوز ادمع. لا بصل لازم، ده مفيش هزار، لازم بصل، لازم دموع. والبصل ده كان واحد من السلع الاساسيه عند المصريين القدماء. طبعا مش كده؟ ده هيرودوت قال المصريون من اكثر الشعوب صحه، كيف يمرضون ودائما في طعامهم البصل والثوم والليمون. كيف يمرضون وفي طعامهم البصل والثوم والليمون. وعشان كده يقولوا اذا بصله كانت مكسوره وسبتها لتاني يوم اوعى تقرب منها، لانها لمت كل الفيروسات اللي موجوده حواليها. يا فهو سلام. قاتل للفيروسات البصل. قاتل الفيروسات. صح. صح. وصديق لي، طب ده المعلومه اللي حضرتك بتقولها دي معناها، دي معناها مهم، انه ده في ناس بتقوم مقطعه البصله نصين. ايوه، نص تشتغل بيه النهارده والنص التاني تحطه في التلاجة او بره كده عشان تستخدمه بكرة ولا بعده. لا غلط، ده غلط كده. طبعا ده بيلم الفيروسات اللي في الجو كلها. طب تصدقوا بقى دي معلومة مهمة جدا 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 جدا، لان مين فينا البصلات تبقى كبيرة كده ممكن ست البيت تقوم شقاها نصين وتخليها لتاني يوم ولا لا تاني يوم وتالت يوم واسبوع. انت تخليها عشان تلم لك الفيروسات وترميها، لكن اوعى تستخدمها في الاكل تاني. لا لا لا، تاني لا، انما كله مره واحده. معنى كده ان البصله اللي تتقطع خلاص تستخدم كلها. تستخدم. يا خبر ابيض. الدكتور مجدي نزيه ده استاذ في معهد التغذيه، مره قال حاجه كده ضحكتنا جامد. كان عندي في الصالون الثقافي بتاعي، وبعدين قال في حالات البرد والزكام والحاجات دي زي دي ادخل الاوضه وهات بصله يكون حجمها متوسط، واعمل حسابك حطها في بقك واقرش، هتبص تلقى تطلع نار من مناخيرك وودانك ومش عارف ايه وبتاع، ما تفتحش بقك، خليك كده لغايه ما تخلص عليها وتبلعها، وتاني يوم ما تلقاش بقى لا برد ولا زكام ولا اي حاجه من الحاجات دي. ليه؟ خدت الفيروسات كلها وطلعت. ايوه بس ده هتاخدني معاها، مين ده اللي يستحمل يحط البصل؟ هو قالها كده. ده هتخلص عليا، مش انا اللي هخلص على البصل. بس حجمها متوسط واقفل عليها ومضخها لغايه ما تخلص عليها، تاني يوم مفيش حاجه. ده الواحد بياخد حلقه بصل قد كده يحطها تحت الدرس بقى يعني بتضرب في الدماغ. اللي رماك على المر الامر منه. اي أيوة والله صدقت. وكلمه مر كلمه مصريه قديمه معناها الدواء. مظبوط. بيت انا فاكر بيت المر ده اللي هو صح، امر منه اللي هو المرض، المرض. طب بس اهو تاني اهو الى كل ربات المنزل. معلومة طبية صحية مهمة جدا من الاستاذ الدكتور وسيم السيسي. زي كده الفيلم بتاع زمان، لا تشرب الدواء الذي ارسلت. هنا اوعي تستخدمي البصلة على عدة مرات. ايوه، مرة البصلة تتقطع مرة واحدة تخلص كلها. وتاخد بالها من الهباب اللي بيبقى موجود احيانا، ده خطر جدا، لازم الورقة اللي فيها الهباب دي تترمى طبعا. ورقة البصل من بره اللي فيها الهباب ده دي لازم تترمي وتتقشر كويس، تتغسل البصلة كويس، تتغسل كويس وتاكلها او تطبخ بيها. بالضبط. كلها. اللي هيتبقى منها ده اللي تخليه ده عشان بقى تنقية الجو، يلم الفيروسات وترميه. يلم الفيروسات. لكن اوعى الاستخدام. دي معلومة مهمة جدا جدا. اعتقد انها هتغير ثقافة كل ربات البيوت في التعامل مع البصل. ما ننساش انه مفيد جدا من ناحية السيولة بتاعت الدم زي الاسبرين. صحيح. وبرضه منشط قوي جدا بالنسبة للرجال من الناحية الزوجية. فيعني بس يا دكتور ده هو كيلو دلوقتي ب 25 جنيه، بعد كلمتين تعالوا تقولوا ده كيلو يطلع 1000 جنيه. لا زي الفل. لا لا، انسوا الكلمتين اللي في الاخر دول، انسوا الكلمتين اللي في الاخر دول. بصل بيعمل ريحة وحشة كده وبتاع، مالناش لازمة. طيب تعالى نبدا النهارده يا دكتور درس التاريخ او حصة التاريخ بملف جديد يمكن لأول مرة نتكلم عنه مع السادة المشاهدين. وممكن يبقى له مسلسل بعد كده، يعني طبعا له حلقات. ده أول حلقة منه. وهي فكرة زي ما بيقولوا الأجانب كده الإكس فايلز. بالظبط كده. الملفات السريه. ايوه. هل في ملفات سريه في الحضاره المصريه القديمه او في حضارات الكون بصفه عامه دايما كده كلام فيها سري وتعتبر بيسموها كده الملفات المسكوت عنها؟ هي بتبقى يعني، انا بشكر المؤرخين القدامى لان هم كانوا امناء جدا
في ان هم بيذكروا الحقائق والوقائع كما حدثت. كويس. احنا بقى احيانا ما يعجبناش كلامه فنتغاضى عنه، انا بسمي ده المسكوت عنه. يعني انما اذا دعبسنا هنقدر نجيبه ونشوف. حلو. ففي يعني مثلا هيباتشا دي مسكوت اتكتب عنها. انا اسف بس قبل ما نخش في هيباتشا، هيباتشا عشان حضرتك قلت ده مصري. مهم. لا حضرتك قلت مهم، قاعده مهمه، ان في بعض المؤرخين بيقولوا كلام بعضه بيعجبنا وبعضه ما بيعجبناش. في هم بيذكروا الحقائق كما حدث. طبعا احنا بنغير باللي قالوه. ايوه بس في حاجه، في حاجه اسمها بقى انه ناخد اللي عجبنا وما ناخدش اللي ما عجبناش. لا احنا الواقعه ما حدش يقدر ينكر، انما كويس. بقى الاراء فيها هي دي بقى اللي مع وذ بتختلف حسب الاهواء بقى هنا. دي بقى انما الواقع واقع، يعني ما حدش يختلف مثلا في ان هيباتيا المصريه العالمه العظيمه اللي هي يعني ماتت عن سنة كام؟ 45 سنة. لأن هي كانت من مواليد 370 ميلادية، ماتت 415 ميلادية، عن عمر 45 سنة. ويعني اتكلم عنها إدوارد جيبون وويل ديورانت وبرتراند راسل، وكتبوا كلام رائع كمؤرخين طبعا. يعني ايه عبقرية هيباتيا بقى في ايه؟ اولا كانت فيلسوفة وكانت عالمة رياضيات، وكان ابوها استاذ للرياضيات في جامعة الاسكندرية، وكان اسمه ياثرون. الست دي او الفتاة العذراء دي زي ما بيسميها ادوارد جيبون العذراء، صاحبة الجمال الاسطوري. هذه السيدة بالرغم من جمالها وشهرتها وفلسفتها إلا أنها كانت متواضعة جدا. أيوة. وكانوا بيقولها من آخر الدنيا بقى يتعلموا على إنما طبعا. لم تعتنق المسيحية. فبكل أسف وكانت صديقة لأرسطس الحاكم الروماني في الأسكندرية، وهو أيضا لم يعتنق المسيحية. تمام. المهم زي ما بريتراند راسل بيطلق عليها في ليلة مشؤومة في مارس 415 ميلادية، خرج عليها مجموعة من الرهبان، نزلوها من العربية بتاعتها. طبعا العربيات كانت بيجرها أحصنة بتاع في الوقت ده، جروها جرا عنيفا ودخلوها في كنيسة في الأسكندرية كانت اسمها كنيسة قيصرون. والشيء المؤسف اللي بريتراند راسل نفسه بيستعجب منه، ان الرهبان وكان على رأسهم واحد اسمه بيتر ذا ريدر او بطرس قارئ الصلوات، عروها من ملابسها. طب ليه؟ وكتفوها، وتقدم بطرس القارئ وقتلها قتلا عنيفا بان ذبحها وقطعها حتت واشعلوا النار ورموا هذه الاجساد التي كانت لا زالت ترتعش بالحياه بالنسبه لل في النار. أوف يعني دكتور ليه ايه العداوه؟ ايه العداوه؟ سببها ايه؟ لانها لم تعتنق المسيحيه بس وانها كانت مصريه تعتنق الديانه او العقيده المصريه القديمه. يا خبر ابيض. الحاجات دي لا تذكر. بريتراند راسل يقول هل من المعقول ان هؤلاء هم تلاميذ السيد المسيح الذي لم يدين المرأة الزانية؟ ولما جابوا له المرأة الزانية يقولوا له أمسكناها في نفس الفعل، كتب خطاياهم على الأرض فانصرفوا. قال أين الذين يشتكون عليك؟ قالت له ولا أحد يا سيد. قال اذهبي بسلام ولا تعودي إلى نفس الفعل، مع أن أمسكوها في نفس الفعل. فبريتراند راسل بيقول هؤلاء الرهبان معقولة يبقوا تلاميذ السيد المسيح اللي لم يدين السيدة الست اللي أمسكوها في نفس الفعل؟ وبعدين ويل ديورانت برضو بيتكلم عن الموضوع ده هون بتفاصيل أكتر، بيقول بيعروها ليه؟ طب انتوا عاوزين تموتوها. مظبوط. يعني ايه سبب التعرية أولا وبعد كده هون تكتفها، وبعد كده يتقدم بطرس القارئ للصلوات الذي يقوم بذبحها، وفي قلب كنيسة
في اسكندريه اللي هي قيصرو. غريبة. طبعا انا مش عاوز اتعرض لما قاله ادوارد جابون ان كيرلس عمود الدين في ذلك الوقت هو البطريرك اللي مسك البطريركيه 412، وانه تربى في بيت البطريرك الذي قبله اللي هو كان خاله واسمه ثوفيلس. ادوارد جابون بيقول ان ثوفيلس كان عنيف جدا، وان كيرلس عمود الدين ورث هذا العنف من خاله، وبيقول ان هو 500 من الرهبان هجموا على اريستوس الحاكم الروماني كادوا ان يخلصوا عليه في اسكندريه لولا ان تدخلوا الاهالي وانقذوه منه. وايضا من مظاهر العنف ان كل معابد اليهود في اسكندريه وساها سواها بالارض. خبر ابيض. فواضح ان كان في عنف، وان الذي قام بقتله باتشيا اللي الاسكندريه اغلقت ابوابها بعد هذا الحادث الرهيب، ودخل اوروبا كلها بعد ذلك بل العالم كله في ظلام حالك لغايه بقى ما وصلنا بقى لل اللي هي بنسميها احنا عصور الظلام، اللي هي عصور الظلام بعد حادثه هيباتيا. يا سلام. يعني دي كانت الشراره، دي كانت النهايه قفل جامعه الاسكندريه بعد ذلك. اوف. فدخل العالم كله في ظلام حالك لغايه ما بعد وقتها بقى لما كانت الكنيسه بتعمل افعالها في اوروبا بقى. بكل اسف يعني. يعني كنيسه ما قامتش بالدور اللي منوط بيها ان تقوم به يعني. مفهوم. في الوقت ده. مفهوم. فطبعا دي جزء من التاريخ لازم الناس تعرفه. طبعا طبعا. اول مره الناس تعرف قيمه. انا اطالب الكنيسه الحاليه والمسؤولين عن الكنيسه ان هم يردوا على هؤلاء الادعاءات، ادعاءات ادوارد جابون، وعلى بريتراند راسل، وعلى ويل ديورانت، وانا عندي المراجع كلها بالصفحه هم قايلين ايه كل واحد من دول. كويس. وجب على الكنيسه ان ترد على هذه الادعاءات لغايه دلوقتي. كويس. تمام. فكره انه طبيعي حضرتك قلت ان في بعض الوقائع مسكوت عنها او دلالاتها او تفسيراتها مسكوت عنها، بس بواقعة هيباتيا كده احنا فهمنا ليه ممكن يكون مسكوت عنها. يعني هنا وضحت فكرة التكتم عليها لان دلالاتها سيئة جدا جدا جدا. طب وماله، لازم نتعلم منها. معلش بس ممكن كمان يا دكتور تدين، مش عايز اقول تدين حضارة، بس مش ضروري، انما نفهم يعني التنوير مهم. والتاريخ نتعلم من انجازاته ونتجنب انتكاساته. أحسن. يعني أحسن. التعصب العنيف ده لأن واحدة لم تعتنق الدين الجديد أو أريستوس كذلك، عشان إيه تطلع ب 500 راهب محاولة قتله؟ وعشان إيه تقتل واحدة زي دي؟ صحيح. لا صحيح، دي مش المسيحية. ومش بس تقتلها، ده انت كمان تعذبها وتعريها. تعريها طبعا صعب قوي يعني، دي كلها حاجات تاريخية، التمثيل بالبشر. ويجب أن نفصل بين الدين ورجال الدين. احسن. فطبعا احسن. احسن. الدين شيء، يعني غاندي نفسه كان يقول احب المسيحيه واكره المسيحيين. طبعا الانجليز المسيحيين اللي عملوه فيه لازم يكرههم. صحيح. طبعا. صحيح. انما فرق لا كبير. افعال رجال الدين لا توصم الدين. طبعا افعال رجال الدين طبعاً. ابدا لا توصم طبعاً. الدين طبعاً. وللاسف ده كمان جزء من الصوره، حتى احنا بنتكلم عن المسيحيه والاسلام، يعني حتى بعض الصوره المغلوطه عن الاسلام في الغرب سببها طبعا افعال بعض المسلمين. طبعا مش الاسلام. احنا نقدر يعني الكلام يجيب بعضه. مثلا ابن رشد على سبيل المثال. ابن رشد كان مفكر عظيم. عظيم طبعا. يعني نهل من علمه توما الاكويني، مارتن لوثر، فرانسيس بيكون. كل دول. هذا الرجل العظيم نتيجة أفكاره الرائعة العظيمة دهيا ألفوا عليه كلام، وأول واحد خانه تلميذه. صحيح. كان اسمه محمد ابن عبد الكبير، وادعى عليه أنه هو كتب وقال ملك البربر، وهو كاتب ملك البرين.
الملك صح الخليف ادعى عليه برضو ان ابن رشد قال برضو حاجة كده قالها، وهو طبعا ان هو قال الزهرة إلهة، هو كتب وقال الزهرة إلهة عند بعض العقائد الغير سماوية، فهو خد الحتة دي وراح مبلغها وقال ان ده واتهموه بالزندقة والكفر والزندقة والاخره وحرقوا كتبه يوم ما اتحرق كتبه قال اليوم عرفت اني انتصرت لان الحق لا يموت. نعم ده كانت كلماته. وهم كان اللي مضايقهم منه ايه؟ انه كان له كلام في الصميم، قال ويل لأمة يتحكم فيها رجال الدين. طبعا رجال الدين طبعا بتقف ضده طبعا. وكان يقول مسكين الطاغية فهو في حزن دائم ومقيم، خصوصا وأن البطانة التي حوله لا تكف عن النهب والسرقة. فطبعا الكلام ده يوجع البطانة ويوجع فحكموا عليه بحرق الكتب، يعني لحسن الحظ وكانوا عليه بالحرق هو نفسه. صحيح. لولا ان الخليفة تدخل وبرضه ما قدرش يحميه اكتر من كده، فنفوه الى بلد كلها يهود اسمها اليسانا. الموسم اكتر ويوجع اكتر كمان ابن جرير الطبري على فكرة. ما كل ده نتيجة التعصب، يعني انت تجمع هيباتيا وابن رشد وابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري صاحب اعظم كتاب في تاريخ الاسلام وصاحب اعظم كتاب في تفسير القران الكريم. هذا الرجل كان في عصره فريقين، الحنابله والمعتزله. حلو. وكانوا يختلفوا في حاجات كتيره، ولكن من ضمن الحاجات اللي كانوا يختلفوا عليها حاجه اللي هي المقام المحمود. فالمقام المحمود بالنسبة للحنبلة معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هيبقى قاعد في العرش كويس مع العزة الإلهية. المعتزلة بيقولوا لا، المقام المحمود دي معناها مكانة كبيرة في الشفاعة. كويس. تفسيرات مختلفة هذه مجرد اختلاف الرأي يؤدي إلى المفزع اللي هتسمعه دلوقتي. خلوا ابن جرير الطبري في المسجد ومجموعة حوالي 200-300 واحد من الحنابلة، وهم عارفين ده بقى وفاهمين. قالوا تقدر تقول لنا رأيك في المقام المحمود؟ فرد عليهم وقال لهم سبحان الذي ليس له أنيس ولا له في عرشه جليس. ما هما مفهوم. المعتزلة يؤمنوا بقى وقال الجملة دي قال الجملة دي 200-300 محبرة، لأن كانوا هما طلبة في محبرة دي اللي هي اللي بيتحط فيها الحبر اللي القلم بيتغمس فيها. حدفوه عليه وهجموا عليه كادوا يفتكوا بيه. تدخل العسكر حموه دخلوا بيته، قعدوا يحصبوا بيته الجدار بالحجارة لغاية ما الحجارة ارتفعت فوق الباب لحد يقدر يفتح ولا حد يقدر بعد 10 أيام سمعوا عويل وصريخ من جوه، عرفوا أنه مات جوعا وعطشا هذا العالم العظيم الكبير. وبعد ما مات كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وفعل التعصب. شوف التعصب. على مجرد فكرة رأي مخالف للرأي الآخر. تفسير المقام المحمود. وقضوا على هذه الجماعة مع أنها كانت جماعة رائعة وعظيمة اللي هي المعتزلة. المعتزلة. يعني الغرب كله ماشي على التقسيمة بتاعتهم بتاعت الأسبوع سانداي ومانداي والآخر، ولهم بقى في الكيمياء ولهم. إنما ابن جرير الطبري راح عشان مجرد اختلاف الرأي. خبر ابيض. وبعد كده نقول ان هي بداية فكرة التعصب دي ابتدت امتى يا دكتور؟ فكرة
انه ينا ينتا فكرة ان احنا نقتل بعض لمجرد اختلاف الرأي او اختلاف الفكر اصلها ايه؟ هي من رجال الدين عموما. اه طبعا هي يعني مصر القديمة ما كانتش فيها الحتة دي لدرجة ان هو كان في الاعتراف الايجابي اول حاجة يسأله هل كنت تحترم عقائد غيرك؟ كنت احترم عقائد غيرك، دي نمرة واحد. وعشان كده انا بقول ان فرق يعني بين الحضارة المصرية القديمة كان في فكرة احترام الاخر دي من العقائد الاساسية، احترام عقائد غيرك كان يقول له اول حاجة في الاعتراف. وبعد كده طبعا هل كنت عينا للاعمى؟ هل كنت رجلا للمسلمين؟ مش عارف ايه ايه ايه، كان لما نمرة واحد كانت احترام العقائد الاخرين. فكانت فكرة، وحتى كان مثلا كل محافظة لها زي ما تقول شفيع، زي مثلا سيد ابو العباس في اسكندرية، في طنطا البدوي ما فيهاش اي حاجة يعني. فكانت الحاجات دي هي الموجودة وكانت كل حاجة. انما ابتدت بقى صراحة بقى رجال الدين، الديانات الابراهيمية دخلت بقى، خصوصا من بداية اليهود لما يقول له اللهم احمدك خلقتني انسانا ولست حيوانا، كويس، يهوديا ولست امميا، ليه يا حبيبي؟ رجلا ولست امرأة، طب ليه يا حبيبي؟ احنا عندنا في مصر كان اول ملكة في اول اسرة كانت واحدة اسمها ميرات، اول وزيرة عدل كانت من مصر، اول وزيرة صحة كانت من مصر، اول رئيس قسم اسنان كانت، يعني المرأة كانت مساواة للرجل. انما فيعني البداية دهيا بقى، وده انا اللي بعتبره الفهم الخاطئ صحيح اللي جاي من رجال الدين. انما لو نبص لجوهر الدين نفسه هنوصل لها حاجة مختلفة تماما. كل الاديان السماوية قايمة على السماحة والحب واحترام يعني الاخر. يعني شوف مثلا محي الدين ابن عربي المتصوف الاندلسي، في له مجموعة كتب اسمها الفتوحات المكية. شوف بقى، يعني انا بسميها التوليرانس مش الفورجيفنس، انا بقول سماحة الاديان وليس تسامح الاديان. تسامح الاديان دين بيغلط في دين، لا، سماحة الاديان يعني كل دين يقبل الدين الاخر رغم الاختلاف. صحيح. فمحي الدين ابن عربي المتصوف في الاندلسي يقول لك قد كنت قبل الان انكر صاحبي اذا لم يكن ديني الى دينه داني، يعني مسلم زي، فاصبح قلبي قابلا لكل ملة، دير لرهبان ومرعى لغزلاني، وهيكل اصنام وكعبة طائف، وانجيل توراة ومصحف قراني، ليه؟ ادين بدين الحب اين توجهت كتائبه أو ركائبه، زي ما بيجي في بعض الأبيات، فالحب ديني وإيماني، حين نحب البشرية جميعا نقبل كل شيء فيها. صحيح. ونقبل صحيح. أي اختلافات موجودة هي فيها. هي الأديان نزلت أساسا من أجل التسامح يقتل باتشا والحب، ويقتل ابن جرير الطبري ويضيع ابن رشد. صحيح. اللي فرنسا نهلت من علومه وإحنا أحسن. وبعدين أنا أتأمل كده، يعني إزاي مثلا انت عارف ان بيقال انه واحد من الاسباب الرئيسية لانقشاع عصور الظلام في اوروبا علم وفكر ابن رشد. طبعا طبعا بالتأكيد هذا طبعا، يعني يعني هقول لك ايه، يعني ابن رشد احنا اللي دخلنا بعد كده في عصور من الظلام. ابن رشد له مقعد على فكرة في هولندا، في كلية الاداب في هولندا. يا سلام. وهي دي اللي ادت جائزة ابن رشد اللي الراجل اللي هو طلقوه من مراته ده. فاكره؟ ايوه. صح. يعني هناك يدوا له جائزه ابن رشد، واحنا هنا ما عندناش جوائز لابن رشد، بما ان هو ده المفروض احنا اللي اولى بيه. صحيح صحيح. يعني بس يوسف شاهين انصفه لما عمل له الفيلم. يوسف شاهين انصفه لما عمل الفيلم بتاع ابن رشد. عندك نطعا اسمه نجيب محفوظ وفي ستوكهولم يدوا له جائزه نوبل. صحيح صحيح. نغتال فرج فوده، ونغتال طاهر الحداد في تونس، ونغتال محمد محمود طه في السودان، كل دول مفكرين احرار. لازم نبحث في الحته دايما يا استاذ تامر، ولازم المثقفين والمفكرين بتوعنا يقولوا لنا ايه اللي بيحصل لنا عشان ان احنا نضيق الافق بهذا الشكل، بحيث ان هؤلاء المفكرين العظام يعني دول ينطبق عليهم
الروايه الرائعه بتاعت اتش جي ويلز اللي هو ذا كانتري اوف ذا بلايند، اللي هي مدينه العميان. صحيح. مجرد ان لما طلع واحد مفتح فيهم يقول لهم انا شايف شايف شايف، موتوه. اي صح، عندك حق. فيعني وقالها برضو ابن رشد، قال ويل للمفكر في بلاد يعني متعصبه فيكون نصيبه الموت. يعني امتعت وابدعت يا دكتور، كان معتاد. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا، وفي اشتياق للاربعاء القادم ان شاء الله. تحياتي يا دكتور، شكرا جزيلا.